نعم. وآخر يقول: أنا متزوج من امرأتين، وفي لحظة غضب قلت حرمتي علي كحرمة أمي أو حريمي علي كحرمة أمي، وأريد الآن أن أعرف هل يطلقنا جميعا أم علي كفارة وأريدها. كلام يعني ما كان ينبغي العجل للمؤمن يحرم زوجاته، ينبغي له إذا حسب الغضب يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا ينبغي ولا يعجل في الأمور. والظهار والتحريم للزوجات محرم ومنكر من القول أزور كما سماه الله ذلك، لكن إذا وقع من كذلك التحريم مثل أمي أو مثل ظهر أمي أو مثل أختي أو ظهر أختي، هذا يسمى الظهار. فعليك عتقابا مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرا متتابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا أو تعشيهم وتغديهم قبل أن تقربها قبل أن تمسها، هذه هي الكفارة من الظهار. من عجز عن يصوم الصيام يطعم 60 مسكينا يعشيهم أو يغديهم مجتمعين أو متفرقين، أو يعطيهم على نصف صاع تمر أو رز كيلو ونص تقريبا لكل واحد قبل أن يمس زوجته التي حرمها. وإذا قال لهم جميعا حريمي كلمة واحدة أو نسائي أو زوجاتي عليها مثل أمي أو حرام عليها مثل أمي، كفى كفارة واحدة لأن كلمة واحدة لا تعد لا خلص لا طعم لازم دعوة.